أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ويعني عم ندخل في مراحل الشتاء، شوي شوي عم نتدرج بدرجات الحرارة، وممكن يكون يعني خلال شهر واحد مثلا مثل ما تعودنا تنين ندخل كمان في مرحلة أعمق من الشتاء وهي مرحلة الثلج. بسعدنا كتير أن تكون معنا ونقولها صباح الخير اليوم الرائد نور العبادي. صباح الخير. صباح الخير لارا. آخر مرة كنت معنا بالثلج. كنت معكم بالثلج صحيح. كنت نقيب اليوم صرت معنا رائد. تحولت. ألف مبروك الترفيه. الله يسعدك. تستاهلي كل خير. يسعدك صباح الورد. ستي دائما نحن نتحدث عن شتاء آمن، نتحدث عن أنه نحن بموسم الشتاء، نعم صحيح، ولكن بدنا يكون هناك سلامة وأمن وأمان من خلال استخدام وسائل التدفئة بشكل عام. خلينا نتحدث عن الحمل اللي بتقوموا فيها، ونتحدث عن أهمية أيضا أنه نكون الصوبة خلينا نحكي أو أي وسيلة من وسائل التدفئة آمنة، وكيف لازم نشيك عليهم. أكيد صباح الخير كمان مرة، وإن شاء الله بكون شتاء آمن إن شاء الله يا رب. وسعيد بإذن الله علينا على الجميع، إن شاء الله بكون شتاء كله بركة وخير وأمطار. أمين. وأمطار رحمة ومش أمطار عذاب لا سمح الله. زي ما حكيت نحن في مديرية الأمن العام أكيد عم نطلق حملة دائما كل فصل بتماشى مع الموسم اللي بيكون فيه. فالآن إحنا من خلال مديرية الأمن العام ومديرية الإعلام بالذات تم إطلاق حملة سلامتك بتهمنا. هاي الحملة تعنى بفصل شتاء آمن بعيد عن الحوادث. قد تكون المدافئ هي الهاجس الأكبر خلال الشتاء دائما، وهي اللي بتسجل عندنا حوادث أكبر، سواء كانت من حوادث الحرائق المنازل أو حوادث الاختناق اللي حكينا عنهم يمكن حتى قبل الهواء إحنا كاتيا. صحيح. وعن الحوادث المؤلمة اللي بتصير اللي بيروح جراءها شباب صغار ما إلهم يعني أي ذنب بالحياة إلا كانوا إنهم بدهم يتدفوا. صحيح. هذا هو الهاجس الوحيد عندهم. المدافئ بكل أنواعها هي خطيرة. إذا إحنا بدنا نحط ببالنا هذا العنوان العريض إحنا بنكون مرتاحين. التدفئة موجودة لا التدفئة فقط، مش لأغراض تانية. إيش الأغراض مخش التانية عليها. مش للطبيخ ولا القهوة ولا الشاي. والله شوفي كل إشي فيه بالشتاء فيه له جو حلو، يعني جو العيلة حوالين الصوبة حلو، والشاي عليها حلو، وريحة الكيك في البيت حلو، وإحنا نذكر كنا طفولتنا طبعاً. وأهالينا وأمهاتنا كيف كانوا يعملوا بيوتنا. ولكن والله إنها خطيرة طبعاً. هي ممكن تكون يعني سبب، إحنا قلنا هي اسمها تدفئة للتدفئة، ولكن لما نستخدمها بطريقة أخرى لأغراض أخرى زي قلنا تسخين المياه، الطهي، تشفيف الملابس، هاي مصيبة. في أمهات قد ما بحبوا أولادهم ممكن إنها كمان توضع التدفئة داخل التواليت، أجلكم الله. ليش؟ لأنها خايفة على أولادها يبردوا. احنا بنحب اولادنا ويعني ما حدا بيقدر يعني ينافسنا بهذا الحب، ولا بنقدر ان نثبته لهم. ولكن قد ما بحب ابني بدي يعني اوصل فيه للوفاء ما بيمشي الحال، زي اللي بيسوق وحط ابنه بحضنه وبعرضه للخطر الاكيد. فانا دخل المدفأة على التواليت اخلي ابني ينام بوجود المدفأة، هذا خطأ كبير كبير جدا. زي ما قلتي احنا الان بصدد هاي الحمله الاعلاميه اللي احنا بنقوم فيها من خلال كل مديريات جهاز الامن العام باذرعه الثلاث، سواء كان من خلال مديريه الامن العام الرئيسيه او حتى فرق الدفاع المدني او قوات الدرك، كنا بنقوم على ترسيخ هذا المفهوم من خلال مدرياتنا المنتشره في جميع محافظات مملكتنا الحبيبه، من خلال حملات التوعويه، من خلال محاضرات، من خلال اي شيء احنا ممكن نوصله عن طريق المواد الاعلاميه. وهذا لقائنا واحد من هاي الاساليب اللي بنوصل فيها إن شاء الله المواطن، لأنه إيد واحدة ما بتزقف. صح. يعني إحنا بجهة والمواطن هو الحقيقة هو الحلقة الرئيسية وهو الرديف الأساسي لعملنا. طيب لو تحدثنا شوي عن نوعية الحوادث المألوفة عادة بفصل الشتاء وبتوصلكم أنتم كمديرية أمن عام، ويعني قلنا تقريبا شي شهر شهر وشوية تقريبا. صحيح. اشتد البرد زي شو مثلا؟ خلينا نعرف. خليني أخلي الأرقام أول إشي تحكي، لأن دائما الرقم ممكن يكون له يعني أكبر. هلأ إحنا دائما نحسب الموسم الشتاء بيكون من شهر 11 تقريبا لشهر 5 اللي هو من عام للعام. فأنا بدي أحكي عن إحصائية حوادث من عام 2021 من شهر 11، من 1/11 لأول 22 هذا. إحنا بنحكي عن حوادث بشقين، حوادث عندي اختناق وحوادث حرائق منازل. حرائق المنازل كان عندي تقريبا 400 حادث نتج عنهم 900 إصابة و6 وفيات. حوادث
الاختناق كمان وصلت عندي تقريبا ل 500 حادث من حوادث المدافئ، ولكن كان في منهم 300 إصابة وكان عندي 5 وفيات. إذا الحادث مش بعيد عن أي بيت طبعا، وحادث التدفئة قد ما كان نوع المدفأ احنا نعتقد انها آمن، ما فيش احنا كنا آمن. نحكي برا الهواء لسه كاتي عن موضوع غاز كونديشن طبعا، طب احنا بنحكي الكهرباء آمنة بالنسبة لنا، في ناس بيعتقد انها آمنة. غاز الكونديشن ممكن يكون آمن، ولكن كل شيء يا جماعة بده صيانة، صحيح كل شيء بالحياة بده صيانة. اللي انا بخاف منه كثير الحقيقة هاي الفترة انه في ناس بيستخدموا المدافئ اللي بتعمل على الحطب، صحيح بكثرة انتباه اكثر. هي مش اندور ابدا، هي مش داخل المنازل ابدا باي وسيلة لازم نقول. في ناس بقول لك انه بس للاسف في منها تصميم موجود داخل البيوت للبيوت يعني، بس خلينا نتخيل هذا البوري اللي هم على اساس انه عاملينه سيفتي، وهذا البوري موجود داخل المنزل وعمل تسريب، نواتج الحريق هاي وين بدها تروح؟ تحكي عن اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون وغيرها من الغازات الناتجه عنه. هلا احنا في اكثر المناطق اللي بيستخدمونها هي ممكن تكون القرى ومناطق يعني اللي بيكون فيها موجود جفت الزيتون، لانه هي بتكون الوقود الرئيسي لها. زي ما قلنا هاي سريعه الاشتعال ممكن سبب عندي حرائق المنازل، ممكن انسكابها يؤدي لحريق، وإشي أكيد رح يصير عندي اختناق. في ناس للأسف بيستخدموا مواد غير حتى المواد اللي صحيح. لازم تنحرق فيها اللي هي الحطب أو نحكي المواد المسرعة للاشتعال، يعني ممكن يحط مادة بلاستيكية، ممكن يحط ملابس. طب هاي تخيلوا يا جماعة إيش نواتج الحريق اللي بيصير داخل هاي الغرف الصغيرة، واللي سامة بالحالات وهم صاحيين، فكيف إذا كانوا نايمين؟ أنت حكيتي شيء كتير جميل يعني لارا، إنه هي سامة وكمان خانقة طبعاً. هلأ السام ممكن يكون بيتحد زي ما قلنا مع هيموجلوبين الدم، يعني السام طبعاً. انت ما بتشعر فيه صحيح. ما بتشعر انك انت متضايق، بالتالي رح يدخل لك هذا الغاز على جسمك يعمل لك حاله تسمم بالدم من خلال اتحاده مع هيموجلوبين الدم اللي هو اول اكسيد الكربون. بالتالي كثير من الاصابات بنروح عليهم يحرم بيكون عيونه متجهين للباب، عيونه متجهين للشباك، مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم، المسلز عنده العضلات عنده خلص بطلت تقدر انه تساعده او تسعفه انه يتحرك، لانه صار عنده حاله تسمم بالدم. حاله الاختناق لسه كمان بتكون اصعب. اللي أنا بزعلني بزيادة، وكنا أمهات وكنا عنا أطفال، وأكيد هذا الشعور الإنساني موجود، إنه اللي بيروح ضحيتها أطفال. صحيح. يعني طفل ما بيكون ممكن يكون بالبيت نايم، ممكن تكون أمه للأسف طلعت تركته داخل البيت لأي ظرف كان، وطلعت برا البيت وخلت عنده الصوبة برضو لأنها فكرها أنها بدها تحمل، خاصة موسم العطل يعني. في أمهات يمكن تضطر تطلع مثلا من البيت أو موظفة وبتعتقد أنه رح لازم أترك حرام أترك لهم وسيلة تدفئة. والله بترك أولادي مع بطانيات وبخليهم جاكيتات بالبيت القربة خلص يدفوه حطوه، والقربة بتخوف ممكن تتحقب بس يعني ما في مفر. نور بحكي انه قديش مهم البيت ووسائل التدفئه بالبيت، قديش مهم صيانه السيارات كمان على الطرقات طبعا. يعني انت بتحكي بدك تحمي حالك جوا الدار وبرا الدار، هلا احنا كيف بدنا نحافظ على صيانه سيارات؟ احنا من خلال حمله سلامتك بتمنى اللي حكينا عنها بدايه، احنا اطلقناها هذا الشتاء، هي تعنى بسلامتك في بيتك، في المدرسه، داخل المركبه، داخل عملك، اي مكان انت موجود فيه يا جماعه. اي شيء بحاجه عنا لا صيانة، الصيانة المستمرة. يعني السيارة هلأ بدي أفقدها بداية الشتاء، أو إحنا ما بدنا نحكي إنه صار توليت، لا خليني أنا ألحق هاي الأمور، البريكات، الدفاية جوا السيارة، العجال. المساحات عندي شيء مهم جدا طبعا. لأنه بتعرفي ممكن يصير عندي حالة عدم استقرار جوي صحيح. بالتالي سيارتي بدي أكون متفقدها وما بدي أجازف وأطلع بمركبتي لأي مكان طبعا. لأنه كثير في ناس عندنا راحوا بسيول باعتقاد إنه منه يعني امور عاديه، خاصة الناس تعتقد انه السيارات الكبيره انها سيفتي، انها سيفتي اكثر، بس شفنا قديشها خطيره اكثر وما في شيء فعلا بيوقف زي ما عم تحكي في وجه السيول والتجمعات المائيه الكبيره. واللي دائما انا بحكي انه الانسان بيفقد توازنه يا جماعه لما ينظر للماء صح. ففي ناس بتلاقيه واقف وبتفرج وماسك تليفونه وبيصور بالسيل، فهو رح يفقد وعيه بالضبط، ممكن انه يدوخ ويوقع. والحقيقه انه السيل بيسحب الانسان لمسافات بعيده، يعني يمكن من محافظة لمحافظة أخرى، من منطقة لمنطقة أخرى، لأنه يعني سرعة جريان هالمياه، وكمان البيس تاعتها أو القاعدة تاعتها هي بتكون طينية، فقد ما تكون ماهر بالسباحة لا تفكر حالك شاطر، أكيد رح يصير عندنا حالة غرق مؤكدة. نور طب
احنا لا سمح الله بعيد الشر عن بيوت الكل، احنا تعرضنا لعمليه اختناق، تعرضنا لعمليه حريق، شو بدنا نعمل؟ شو نسوي اول شيء؟ اول شيء انا بدي احكي انه بفصل الشتاء لازم يكون في عندي اشياء اساسيه موجوده داخل البيت كخط دفاع اول عني وعن عائلتي، اللي هي طفايه الحريق وصندوق الاسعافات الاوليه، هذول خلينا نحطهم على جنب. إذا أنت بتدير بالك على أولادك خلال فصل الشتاء أنه تخلي بيتك مهوى طول الوقت، ما رسل عندك حالة اختناق إن شاء الله. إذا فقدت الأسطوانة، إذا فقدت المدفأة، إذا فقدت أي وسيلة تدفئة موجودة عندك قبل استخدامها، ما رح يصير عندك حالة اختناق لا سمح الله. ولكن في حال إنها صارت، أول شيء دائما بدنا نبحث عن منافذ الهواء اللي هي زي الأبواب والنوافذ، نحاول ان نفتح هاي الابواب والنوافذ بشكل كبير، نحاول ان نبعد الاصابه عن المكان اللي فيه اختناق، ونحاول نتخلص من الوسيله اللي سببت عندي الاختناق اللي هي الدفايه ايش مكان نوعها. هلا انت عم تحكي كمان يعني خطر على بالي موضوع الفاير بليس، الناس بتعتقد اوقات في ناس كتير بيناموا وبتركوه بقول لك خلص لحاله رح يبرد ويطفي لحاله رح يجمر وراح يطفي، ولكن برجع بقول لك انه في نواتج للحريق، نواتج الحريق هاي بدها تكون موجوده جوا البيت. ويا جماعه اذا بنتعامل مع المدفأة على اساس انها رئه زينه احنا بنرتاح، يعني هاي الرئه بحاجه اكسجين وانت بحاجه اكسجين وافراد العائله كلهم بيتنازعوا عن ذرات الاكسجين الموجوده داخل الغرفه، فاصلا حتى تعمل المدفأة بشكل جيد هي بحاجه حتى تكمل مثلث الحريق او عمليه الاحتراق هي بحاجه لهذا الاكسجين، بالتالي التهويه المستمره هي الحل الرئيسي. نور كمان لما نطفي الصوبه نطلعها برا الدار تحديدا اذا كانت على الكاز، صحيح؟ اول شيء اذا بدي احكي عن الكاز، عملية تزويدها يعني بدي أعبيها بالكاز وأشغلها وأطفيها برا البيت، برا البيت تماما، ومش ببيت درج ما يكون مهوى كمان نخنق اللي طالعين بننزل على الدرج. موضوع أنا مدافي الكاز يعني ما بحبهم، في ناس بصير عندهم تحسس منهم، ولكن في إلها نكهة بالشتاء، ناس بتحبها، بقول لك بسخن عليها خبز، بس مشكلة الخبز أو بيعبوها وهي مشتعلة، وهذا كمان خطر ثاني. الله يجيرنا من ساعة الغفلة يا رب. بدها صيانة لموضوع الفتلة كمان، ولكن مش أنا اللي أعمل هاي الصيانة، نودي للناس ودي لأصحاب الاختصاص خليهم يفقدوا لي إياها. زي ما قلنا عملية تزويدها تكون برا البيت، ما أخلي طفل لأنه صار عمره 10 سنين 11 سنة وهو بده يضغط الكاز ومبسوط على هاي البروسس إنه هو يعملها، لا الصغار ما بتعرف إيش ممكن يطلع بالهم ويلعبوا. إذا نكب الكاز عندي على الأرض، نسكب هذا الكاز كمان ممكن يكون في عندي خطر آخر، المادة متطايرة بوجود شعلة حريق كمان رح يصير عندي حريق جوا البيت. يا نور مهم شكرا جدا على المسألة. أنا أسفة آخر نقطة اني اعرف وين بدي احط المدفأة، خلي شيل الثلج يا نور من عيدنا خلي شيل الثلج مو بجنب الاثاث ولا جنب الستائر، هاي النقطه الرئيسيه مهمه جدا، هاي النقطه مهمه للامان. احنا معكم كل حديثك وكل الاوقات، اكيد كل حديثك مهم، واتمنى انه الجميع استمع وكثار بيعرفوا هذا الكلام واحيانا بتناسوه، او زي ما قلتي هيك القلب بيشتغل فبنلاقي انه بنزعل فبنقول لا الاولاد خليهم مدفيين. شكرا لك، الله يعطيك الف عافيه، مجهود كتير كبير بتقوم فيه مديرية الأمن العام جزيلا. وأيضا أكيد الدفاع المدني وكل كوادرنا، أكيد يسعد صباحكم وهذا واجبنا. شكرا لإلك ومن حملك تحايا لنشامة ونشميات الأمن العام أكيد. جميعا أكيد. شكرا لإلك، أهلا هلا بيكي. هلا طب نطلع لفاصل، يلا فاصل وراجعين، خليكم معنا.